إسرائيل كلما أمعنت في جرائمها ضد الفلسطينيين زادت صورة الاحتلال بشاعة أمام أنظار العالم، واكتسبت الدعوات إلى الاعتراف بدولة فلسطينية المزيد من الزخم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن إن رفض المسؤولين الإسرائيليين المعلن لحل الدولتين غير مقبول، ومن شأنه أن يطيل أمد النزاع في غزة. منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تبنى موقفاً أوضح بالقول إنه لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. بوريل الذي اجتمع برفقة وزراء خارجية الاتحاد بوزراء الخارجية المصري والأردني والسعودي فضلاً عن وزير الخارجية الإسرائيلي في بروكسل أول من أمس، قال إن الأمم المتحدة اعترفت مراراً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولا يمكن لأي كان نقض ذلك. وفي البحث عن متطلبات اليوم التالي للحرب ضد غزة وضع وزراء خارجية دول الاتحاد القبول بإقامة دولة فلسطينية على جدول أعمال ذلك اليوم التالي. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروبوك التي لم تترك فرصة للإعراب عن دعمها لإسرائيل انتهت قبيل الاجتماع مع نظرائها الأوروبيين إلى القول إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع، وإن كل أولئك الذين يقولون إنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئاً عن مثل هذا الحل لم يقدموا أي بديل. الزخم من أجل منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة يتعاظم أيضاً بدعم مباشر من جانب الغالبية العظمى من دول العالم، والعقبة الوحيدة المتبقية هي ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم أن تبقي هذا الزخم رهناً بمساومتها الخاصة مع إسرائيل. وكمن يحفر قبر سياسته بيديه، فإن جرائم إسرائيل كلما زادت وحشية أصبح أفق بناء دولة فلسطينية مستقلة أوضح، ويستقطب المزيد من الدعم بين كل الذين لا يريدون لتلك الجرائم أن تكون هي الأفق الوحيد.